كافو صاحبة رونالدو، يعني ثنائي من البرازيل هذا هو رونالدو، فرصة هدف ثالث رونالدو، يبدو لي ضربة جزاء، مباراة ضربات الجزاء، مباراة رونالدو ومباراة الضربات الحرة. عندما ينطلق رونالدو كسهم، عندما يحاول يراوغ في ملتقى 18 متر، يعترض سبيله المدافع، وعندما السيد أوسكار رويز يتجاهد التردد لنقطة ضربة الجزاء، بعد هينزو كذلك ماسكيرانو، المحاولة الثالثة من كافاليرو، زوج مدافعين وحارس يكلفوا الأرجنتين ثلاثة ضربات جزاء هذا اليوم في ملعب مينيراو بمدينة بيلو هوريزونتي. بابلو كافاليرو يحتج كثيرا وياخذ ورقة صفراء. فرصة هدف ثالث في الوقت اللي كان فيه يبحث المنتخب الضيف عن التعادل، والأرجنتين كان بإمكانه اقتسام النقاط هذا اليوم. على كل حال في هذا الوقت جاءت عملية ضربة الجزاء الثالثة، ورونالدو بعد تحقيق ثنائية قادر بعد قليل قادر أن يصبح أفضل هدف في تصفيات أمريكا اللاتينية بعد ست جولات، يعني قادر على ترك كاردوزو في المركز الثاني. خوزي كاردوزو مهاجم الباراغواي قلنا بخمس أهداف على غرار رونالدو. بطل العالم 94 في الولايات المتحدة مع السيد باريرا رونالدو، لكن كان احتياطي انذاك يتقدم رونالدو، والتسويب والهدف، تصبح ثلاثية أمامكم أفضل هداف هذه الإحصائيات، نجم البرازيل ونجم ريال مدريد. الموسم لم يكن إيجابي في الليغا، لكن الموسم يستمر يعني إيجابي مع البرازيل بالنسبة لهذا اللاعب رونالدو. 3-1 أحداث الفرق هذا اليوم في ملعب بيلو هوريزونتي، إنجاز إضافي بالنسبة لهذا النجم، متمثل في احتلال طلعة لائحة الهدفين. 3-1 حاليا بإمضاء رونالدو، وأوسكار رويز حكم مساحة الكولومبي يعلن عن النهاية. فوز البرازيل فوز مستحق في الحقيقة على مجمل أعماله، منتخب السامبا كان له ما أراد واستحق يعني هذا الفوز. أهداف رونالدو في الدقائق